قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. على الرجل في أسرته وفي بيته أن يعتني بتربية أهله من أخت وأم وبنت على مبادئ إيمانية وعلى أسمى القيم والأخلاق والعادات الطيبة من مكارم الأخلاق والجود والصبر وغير ذلك. لا تنسى موقف أسماء رضي الله تعالى عنها وعائشة لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن جهاز وقطعت أسماء نطاقها. هذه مواقف تجعل الرجل أكثر قوة. أضرب لك مثالين. رجل أراد أن يسافر، لما أراد أن يسافر عنده عياله وعنده حرمته وعنده بناته، ما جهزوه بثوب واحد، هو قام يحط في الشنطة وهو مسافر. هل هذا يكون مثل الثاني اللي قاموا معه الصبح وجهزوا له دلته وشاهيه وحطوا له ثيابه ورتبوا له وقالوا له توكل؟ هذا يقوم نشيط طيب النفس. والثاني الذي ما كانت وراه امرأة أو وراه بنات يقوم ضعيف النفس، متثبط متكاسل. أمر ثاني تعلمهم على قضية السر وكتمان السر والأمانة وتحمل الأمور الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بأمر عظيم فيخرج ولا وده أنه يعلم به أحد، تآمر به قريش فيقتلونه. قال إنما هم أهلك إنما هم بناتك. ورأيتم لما أتى الجد أبو قحافة وماذا قال وماذا قالت لها أسماء رضي الله تعالى عنها من الصبر وكتمان السر والمعونة على الأمور الصعبة. وعلماء أهل الإسلام أو علماء الإسلام كانوا على هذا، كانوا يربون الأهل والبنات. يقول الإمام مالك كلمة جميلة، يقول ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده ومن يجب عليه فرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول فأدب أهلك أو من وفأدب أهلك على أدبك وخلقك حتى يتأدبوا على الذي أنت عليه ليكونوا لك عونا على طاعة الله. فإذا ما تأدبوا على أدبك وعلى خلقك ما كانوا لك عونا على طاعة الله.